النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي تنفعنا في العيد، تنفعنا في شم النسيم، تنفعنا في مناسبه. ايه رايكم تيجي نشوف هنعمل ايه؟ يلا بينا. هنعمل بقى حضراتكم النهارده الحاجه المهمه ايه هي؟ هنعمل كيكه الفراوله. الفراوله متوفره النهارده وموجوده وبكثره وسعرها معقول. هنعمل الكيكه، هنعملها زي التورتايه حلوه قوي ونقدمها في كل المناسبات. اتفضلوا حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بيضتين صغيرين مش كبار، البيضه الاولانيه، بسم الله الرحمن الرحيم، البيضه الثانيه، معايا 2 باكت فانيليا، نص كوباية سكر، سكر عادي خالص نص كوب، ربع كوب زيت، نص كوب لبن، بسم الله الرحمن الرحيم، هضربهم كلهم مع بعض. معايا كوب دقيق هحطه اغربله الاول. الغربلة دي بتديني هواء للدقيق وبتخلي الدقيق الكيكة تبقى مظبوطة معايا. معلقة كبيرة بيكنج باودر او باكو بيكنج باودر، وهنخلهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هقلبهم الدقيق مع البيكنج باودر عشان اضمن انه ايه يتقلب مع بعض، وهاخد الخليط بتاعي وهنزل بيه على الدقيق والبيكنج باودر، نقلبهم خليهم يندمجوا مع بعض كويس قوي كده. كده عجينة الكيكة معايا بقت حلوة ازاي؟ بصوا حضراتكم اهي جميلة جدا كده. انا داهن القالب بتاعي بفرشة زيت وشوية دقيق من تحت، وهنزل بيهم بالخليط بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، بهزها كويس كده، بسويه عشان تتساوى تبقى كلها سوا بعض، وندخلها الفرن لمدة من نص ساعة لساعة الا ربع على حسب السوا بتاعها. معايا كوبايه ميه سخنه، معايا معلقتين سكر، هقلبهم، ادوب السكر الاول، باكت جيلي فراوله هنزل بيه، بسم الله الرحمن الرحيم، واقلبه كويس. انا حاطه على النار عشان تسخين الميه، لازم تكون الميه بتاعتي سخنه كويس عشان يدوب معايا. كده دوبته كويس، ومعايا كوب ميه بارد هنزل بيه عليه واسيبه يهدى خالص. معايا كوبايتين ونص لبن حليب هنزل بيهم كده، بسم الله الرحمن الرحيم، 5 معالق كاستر كبار، بسم الله الرحمن الرحيم، نقلبهم. لازم ادوب الكاستر مع اللبن وهو بارد. معلقتين سكر، انا بستخدم سكر بودره في الكيكه دي بالذات عشان يبقى ايه ناعم، ما يبقاش مخشول معايا والواحد ياكل يبقى يقرش في التدويب اللي على الفاضي. واخد معلقتين سكر بودره هنا، بقلبهم كده. الكاستر تقل معايا، لازم اقلب على طول عشان ما يكلكعش معايا. بصوا بقى ازاي هنزله في الاناء كده، هقول لكم ليه دلوقتي. شايفين لونه جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بقى لونها تحفه ازاي، بقى لونها جميل، انا عايزها كده حلوه قوي. تمام كده، كده استوت معايا الكيكه بتاعتي. هخرمها بالخله بتاعت شيش طاووق واسيبها تهدى، ما اسقيهاش دلوقتي الا ما تهدى، بسم الله، بس لازم اخرمها كده وهي سخنه عشان الفتحات تبقى لما اديها لبن تشرب اللبن معايا. معايا باكت كريم شانتيه هحطه على الكاستر وهو سخن كده، وهضربهم بالمضرب كده. لو ما عنديش المضرب ده اضربه بمضرب سلك. ليه؟ الكريم شانتيه مع الكاستر هيديني طعم حلو قوي للحشوة بتاعتي. كده انا سبت الكيكة هديت معايا، حسيها بنص كوباية لبن. اللي عايز يزود معلقة سكر على اللبن يزود، انا مش حاطط سكر فيها في اللبن يعني. هنزل كده على الكيكة باللبن، هي كده بتشرب اللبن معايا، اللبن ده بارد
مش ساخن. هنزل بالكاستر، بسم الله الرحمن الرحيم، هفرد الكاستر على الكيكة. لازم تكون الكيكة هديت معايا شوية، خلوا بال حضراتكم. كده نزلنا بالكاستر وقفلنا كل البرام الطاجن من جوه بالكاستر. هنزل عليها بالفراولة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هغرقها بالفراولة. كده رصينا الفراولة على الكاستر وهنزل عليها بالجيلي، ولازم الجيلي يكون بارد حضراتكم، وما دخلوش التلاجة. لا، بكده حضراتكم انا خلصتها وحطيت كل حاجتي، هدخلها التلاجة لمدة ساعتين ونص ثلاث ساعات وعشان الجيلي يجمد، وابدأ بعد كده اقطع وناكل منها بألف هنا وشفا. بكده حضراتكم خلصنا احلى وصفة كيكة بالفراولة والكاستر. جربوها واكتبوا لي ايه رايكم، هتعجبكم جدا بألف هنا وشفا. مع تحياتي عبدو سعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.